الله الواحد امين تحل علينا نعمته ورب الان في الاوان والامين. كل سنه وانتم طيبين. السنه دي احنا نكفي مع ابونا بعض، لان كل سنه ابونا اسحاق وانا نتفق نسمي السنه اسميه. السنة اللي فاتت كان سنة المحبة، نتكلم فيها عن المحبة كتير. السنة دي شايفين إن إحنا نحتاج أن تكون تسميتها سنة الغفران. ليه إحنا اخترنا موضوع الغفران؟ لأن كتير موجود جدا من المشاكل العائلية والمشاكل الأسرية والمشاكل الأخوية بسبب عدم الغفران وعدم التسامح. والحبة تبقى غبة والكلام بيتحور والناس معلقين لبعضهم المشانق وقليل جدا الناس اللي بتغفر وبتسامح من قلبها. وهناك تسامح ظاهري إلى الخارج، ولكن القلب مثقل والقلب مليان. عشان كده نحب ان احنا نبتدي السنه دي بموضوع على الغفران. ولو تفتكروا في الجمعه العظيمه السنه اللي عدت انا كنت بتكلم عن نفس الموضوع، عن غفران المسيح الصالح. ابونا اسحاق اختار السنه دي عن موضوع الغفران لان احنا شايفين ان الشعب يحتاج الى توعيه مستمره ويحتاج إلى أن نكون وراءه في تذكير موضوع الغفران باستمرار. والمسيح المجد قال كلمة من كلماته المضيئة المنيرة المقدسة، قال بنفس الكيل، وقال أيضا إن لم تغفروا لذاتهم لا يغفر أبوكم السماوي. فأنا حاجة الحتة دي زعلانة خالص، إن الإخوات في البيت مفيش غفران ما بينهم، العائلة الأسرة مفيش غفران، حتى الاعترافات، حتى الاعترافات برضو الناس تعترف وتمشي، بتيجي تقول لها إرشاد يعني تبقى مش مبسوطة ومش عاجبها الكلام ما بيختمش. طبعا الكلام ده في منتهى الخطورة، لأن اللي ما بيغترش بيتحط تحت عناوين كتير. عنوان اسمه عدم المحبة. وإن كنت أنت ما عندكش محبة ما أنتش داخل السما. مهما عملت ما تخشخشش السما. مهما عملت مش هتخش السما. الإنسان اللي ما عندوش محبة مش داخل السما. وعدم الغفران معناها الإدانة المستمرة، وطالما أنت بتدين على طول ما بتغفرش مش داخل السماء أيضا. كلامي ده كلام المسيح مش كلام أنا، بس أنا بوضحه لك شوية. فعدم المحبة والإدانة المستمرة وعدم التسامح وعدم ترك الخطية وعدم ترك الإساءة للآخرين. الإنسان المفروض فيه ده اللي يغفر ينسى، والغفران معناها محو الخطية وإزالتها وتنظيفها من داخل القلب. ما عادش جوه القلب توجد خطية نحو أحد، ولا أنت شايل له حاجة جوه قلبك. كنا نسمع كتير عن بعض المشاكل، الناس مثلا المخطوبين كمثال يعني، يحصل بعض التصرفات بالجانبين فالقلب يشيل وما فيش مسامحه وما فيش غفران، ويفضل يشيل يشيل يشيل، يجي وقت اللي جوه يطلع ينفجر وتلاقي ايه؟ دش طابور. انت عملت انت عملت انت عملت، كل واحد مخزن جواه كميات من عدم الغفران للاخر، وبذلك الخطوبه تتفك على طول. ايه اللي حصل؟ ان حصل القلب ما بيغفرش، القلب شايل جوه الخطايا
وللأسف الشديد الأب هو مكان سكن الله. ليه أنا بنبه كتير في القداسات كل فترة كده أنبه بقول لكم اللي شايل حاجة في قلبه بيجرح حد ما يتداولش. ليه؟ لأن معنى إن هو شايل حاجة في قلبه يعني هو ما بيغترش، واللي ما بيغترش لا يستحق الغفران ولا يستحق جسد ربنا الكرم. كل فترة بنبه ترنيمة. فعدم غفران هيؤدي بيك إلى جهنم. شوف هنا يقول ايه؟ كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحب. طب هل احنا بنغضب على اخواتنا باطلا؟ هتقولي لا، اقول لك لا بنغضب باطلا. ليه بنغضب باطلا؟ لانك انت مفروض تسامح، مفروض تغفر. المسيح قال لك الكلمه دي، انت ما بتغفرش. يبقى انت انسان من جوه قلبك غضب، والغضب ده باطل لانه ضد وصيه الله. من قال لك رق يكون مستوجب المحمى، من قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. طب ده احنا بنقول كلام اكتر من احمق. ده احنا بنقول كلام اكتر من احمق، بنشتم بعض ونشتم بعض بالفاظ وحشه. ده بيقول لك يستوجب نار جهنم، الكلام ده في هزار؟ ده كلام المسيح. عشان كده يقول لك معلمنا بولس يقول لك لا شتامون يرثون ملكوت السماوات. كل اللي بيشتموا مش هيخشوا السماء. وانتوا بتستهتروا، انتوا بتستهتروا بالخطايا دي. وبعض الناس اللي بيجي يعترفوا يقول لك يعني قلنا حاجات عاديه، يعني ايه؟ انا بشتم فاكر الشتيمه دي حاجه عاديه، بحلف فاكرها عاديه، بكذب فاكرها عاديه. ده اللي بيكذب مش داخل السبب، مكتوب في سفر الرؤيا الكلام ده. اقراها لكم، نكمل لكم الحته اللي طلعها ابونا اسحاق الاول. فان قدمت قربانك الى المسبح وهناك تذكرت ان لاخيك شاين عليك، اضرب قربانك قدام المسبح. اذهب اولا اصطلح مع اخيك، اذهب اولا اصطلح مع اخيك، حينئذ تعالى اقدم قربانك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو دخلت الكنيسه تصلي القداس وانت واقف في القداس ربنا فكرك، انت مخصم اخوك، سيب القداس وامشي، اطلع بره، صالح اخوك الاول. اصالحه ازاي؟ امسك سماعه التليفون وكلمه في التليفون من قلبك، مش تقول يا رب الاقي الاصل ماشيين موجود، لا من قلبك تقول له انا في الكنيسه وعايز اصلي القداس وتناول حقك عليا. كلمة حقك عليا لا تعود فارغة. وتخلص كل الموضوعات. خليك متضع. اتضعوا أمام الله يرفعكم. خليك متضع. الوقت مش وقت المناقشة. أنت عايز تتناول وعايز ربنا يسامحك. قول له سامحني أنا غلطت في حقك. في منتهى السهولة هيسامحك. تخش تناول تاخد عن استحقاق جسد ربنا ودمه. لكن الناس اللي تخش الكنيسه وعينيهم في عينين بعض ما يسلموش على بعض، وقبلوا بعضكم بعض ان يتحاشوا يقبلوا بعضهم بعض، وين يخش يتناول؟ ده بياخد دينونه لنفسه، ده بيودي نفسه في مصيبه، مش داري بعيشته، مش هيحس بيها هنا. للاسف هيحس بيها فهو في جهنم، للاسف للاسف الشديد. ناس كتيره بتاخد جسد ربنا بقى تاكل وتشرب دينونه نفسها ومش دريانه، مش دريانه. بتتناول هي متخاصمه، بتتناول هي متعبده، بتتناول هي عايشه بخطيه، بتتناول هي ما بتغفرش. وربنا بيقول لك لازم تغفر الاول، وانت بتكسر بتدوس على المسيح منك. للاسف الشديد للاسف مش هيحسوا بنفسهم هنا، هيحسوا بنفسهم في جهنم. بقول الكلام ده وانا حزين، الناس ما بتسمعش. الناس ما بتسمعش، ما بتغفرش. الناس ما بتغفرش، ربنا مش هيغفر لكم. مهما تناولت ومهما تبت وانت بتدوب من قلبك ما بتردش حق اخوك مش هتغفر لك. اخوك اللي انت شتمته، اخوك اللي انت بهدلته، اخوك اللي طلعت عليه كلام وشهرت بيه رحتوه.
روح طب وروح لاخوك قول له انا اخطيت حقك وراضي قلبه، وروح لاب اعترف واعترف وتناول على الاستحقاق مش هتخش السماء. لكن طول ما انتم بعاد عن سر الاعتراف اكتر من 50% منكم ما بيعترفوش. انا اعتقد ذلك لان حتى الناس اللي بيعترفوا معايا بيقعدوا بالسنه ما بيعترفوش. ده اسمه اعتراف؟ ده اسمه اعتراف. والواحد خايف عليهم وهم في عالم تاني، هم في عالم تاني. والحاجه اللي بتزعل ان في اعتراف اسمه اعتراف الضمير. يعني ايه اعتراف الضمير؟ يعني ضميره وجعه وراح يعترف زي واحد قتل. بتشوف في الجرايد الكلام ده، واحد قتل وضميره تعب ويروح يعترف، يروح يعترف وحدش محدش ارشده، لكن هو راح يسلم نفسه ويقول لك انا مش قادر، يروح يعترف والضمير ضميره قتله من جوه. هل ضميرك الممسوك بالروح القدس ما بيأنبكش؟ اسأل سؤال. ضميرك اللي جواني الروح القدس بيقوده ما بيبكتكش؟ مش بيأنبك؟ مش بيقول لك كم سنه انت عايش خطيه فلان جوه قلبك ما غفرتلوش ومش عايز تشوف وشه وبتحتقط انت تشوفه وبتتجنب تشوفه، ولو فتحوا سيرته قصادك بتطعن فيه او بتبقى نفسك الناس يطعن فيه وانت فرحان وعمل نفسك مش واخد بالك؟ فين الحب وفين الغفران؟ ان لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي خطاياكم. ان احببتم الذين يحبونكم اي اجر لكم. تحب اخوك؟ اخوك بيحبك؟ دي حاجه عاديه. حب الناس اللي بتكرهك، حب الناس اللي بتنقدك، حب الناس اللي بتسيء اليك، حب الناس اللي عايزه تنتقم منك قدم لهم محبه. المديحه اللي عملوها لبابا شنودة الثاني بعد ما تريح قالوا كده فيها حولت العاصي صديق. حول بابا شنودة حول ناس كل الناس المعاندين يحولهم الى اصدقاء. عمل ايه؟ كان بيصلي من قبلهم. وانتوا عارفين قد ايه ناس كانوا بيعادوه حولوا اصدقاء ليه ويحبوه. فامتى احبائي احنا يقول صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. احنا بنصلي من اجل الناس اللي بتسيئوا لنا ولا عايزين نظر النهارده ننزل بالسماء تخلص عليهم؟ احسنوا الى مواضيكم، ما كل ده غفران. باركوا لي عليكم، ده غفران. واحد لعنك تلعنه 100 لعنه زيه ولا تغفر له؟ ما دي وصيه المسيح، ده غفران. وقال كده ان غفرتم الناس زلاتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلاتكم. وبعدين احبائي هنعيش كده على طول؟ هنعيش بقلب اسود على طول؟ ده قايل لما قابل لما ربنا كلمه قال له اين هابيل اخوك؟ وفي الاول قال له احارس انا لاخي وبنجح مع ربنا. وبعدين في الاخر قال لي ربنا ايه؟ قال له ذنبي اعظم من ان يحتمل. انا مش قادر، ذنبي مش قادر، مين فينا يقدر يشيل خطيه؟ الخطيه تقيله جدا يا احبائي، متعبه جدا. الخطيه الواحد فينا ما فينا بيعملها بيبقى حاسس جوه مرهوق ومتضايق ويحسس ان هذا بيبقى ندمان. ازاي يتسرع عمل حاجه زي دي؟ ازاي صدر منه هذا الفعل؟ ازاي صدر منه هذا التصرف؟ زي الكلمه الفلانيه كلمه طلعت خلاص مش ترجع تاني. ازاي انا قلت لفلان الكلمه دي؟ وازاي فكرت بالاسلوب ده؟ وازاي حكمت بالاسلوب ده؟ خطيه تقيله على الانسان. الانسان ما يرتاحش الا الخطيه تشال من قلبه. ما يرتاحش الا الخطيه تشال من قلبه. عشان كده كان ابونا بشوي كده من زمان لما كان حد يجي له وهو راجل طالع في الكنيسه بيجرجر في رجليه. كنا نشوف المناظر دي احنا زمان. يجرجر في رجليه، واحد يروح داخل الكنيسه يقول له ابونا انا عايز اعترف. يقول له يا ابني انا مش قادر اقف ومش قادر افتح عيني وعندي قداس الصبح. يا ابني خليك الصبح. يقول له يعني يا ابونا لو قلت الليله تعمل فيا ايه؟ انا يمكن اموت، انا تعبان، انا نفسيتي تعبان. كان بيبقى مش قادر يمشي، بنشوفه مش قادر يمشي، فعلا مش قادر يمشي. يروح راجع قاعد على الكرسي يقول له تعالى انا اعترف. ليه بيعمل كده؟ لان فعلا اللي يموت بخطيته بتبقى مشكله. ففي ناس كتيره بتبقى جايه جري ونفسها تعترف ونفسها تتوب
لحد امتى احبائي مش هنتوب؟ لحد امتى هنلتهي في العالم؟ لحد امتى الخطيه بتسحبنا؟ لحد امتى مش هنخري البعض يا احبائي؟ لحد امتى مستنيين ايه؟ مستنيين احكي لكم قصه صعبه. كان حكى لي ابونا لويس دروس، ابونا لويس دروس حاليا في لوس انجلوس زمان قبل ما يكون كهنه، سمعتها منه. قال لك في مره واحد من الناس المشهورين جوه الكنيسه، مشهورين جدا ومعروف جدا، ساعة لحظة موته بقى يصرخ يقول لك ابعدوا العبد الاسود ده عندي، ابعدوا العبد الاسود عني، مش عايز اشوف العبد الاسود. مين العبد الاسود ده؟ الشيطان جاي ياخد روحه. بلاش حد اخد روحه، اخد روحه. يا احبائي، ليست علاقتنا بربنا علاقة مظاهر ولا مكان في الكنيسة ولا كاهن ولا شماس ولا خلافه، لكن علاقة قلب داخلية. المظاهر مش هتنفعنا، المظاهر دي كذابة. اللي هيفيدنا علاقتنا مع ربنا من جوه، مع ربنا من جوه علاقتنا. يترك الشرير أسامه، تروح فين؟ يسيب الخطايا بتاعته. هناخدها لحد فين؟ هتاخدوا الخطايا وتحولوها السنة الجديدة؟ طب بعدين؟ إيه اللي تعملتوه؟ ما عملناش حاجة. ما نعمل إيه النهاردة؟ ناخد قرار. يقول لك الله الآن يأمر جميع البشر في كل زمان أن يتوبوا متغاضين لهم عن نسبة الجهل. ده أمر. هو التوبة دي اختيار؟ ده أمر. ده يوحنا ما بدأت يؤمر الناس. يا أولاد الأفاعي من أراكم من تربوا من غضب الآتي. اصنعوا أثمار طريق بالتوبة. فين ثمار التوبة يا حبيبي بتاعتنا؟ ثمار التوبة تظهر في التوبة الحقيقية. قلبي بيبكي، بتيجي تعترف، قلبك بيبكي من جوه. الخطيه بتطلع من كل قلبه، بتطلع فرحان، مش جاي تقول كلمتين وتنزل ماشي. طب اي كلام يصعبوا عليها الناس من كده، لان الخطيه جوه ماشي بيها، بزعل عليهم. بنزعل. حد امتى تشيل الخطيه جوه؟ بقالك كام سنه ما تبتش؟ بقالكم كام سنه ما اعترفتوش؟ اعتراف صح. من امتى ما اعترفناش ما تبناش؟ بقالك كام سنه ما غفرتش؟ بقالك كام سنة بتبقى مش عايز تيجي قداس الفلاني؟ أصل ما بيجيش قداس فلاني عشان فلانة موجودة. يا سلام، والقداس التاني المسيح يبارك فيها ولا إيه؟ يعني القداس التاني لما تيجي تحضريه وتتناولي فيه المسيح فرحان بيكي، وأنت مسيب الأولاني عشان واحدة مش عايزة تسلمي عليها؟ تهرجوا ولا إيه؟ والمسيح بتاع القداس الأولاني هو مش القداس بتاع القداس التاني ولا إيه؟ ولا هو المسيح متغير؟ ولا ده شخص تاني؟ يا جماعة فوق، كفاية كفاية عدم غفران، هتهلكوا إن لم تتوبوا جميعكم هكذا تهلكون. ما تتوبوش هتهلكوا، ده مش هزار، مش هزار. الأمر في إيه؟ خلاص، والأيام بتجري، مش شايفين الدنيا مقلوبة، والشيطان اتحل من سجنه. عشان تبقوا عارفين بقى رسمي بقى، الشيطان اتحل من سجنه، إحنا في لايمة خير، ده واقع. الشيطان اتحل من سجنه. ايام زمان كان مربوط ببعد العالم كله، اتحل يعني ايه؟ يعني اللعيبه الاخيره بتاعته انتهت، قربت خلاص. فبيجمع يقول لك سيضل ولو امكن المختارين ايضا. يعني ممكن كاهن يضيع، ممكن كاهن المال يضيع. ايه اللي يربط كاهن؟ اي رتبه كهنوتيه ممكن تضيع، ممكن اي خادم ممكن. يقول لك يضل ولو امكن المختارين ايضا. ياما ناس ضاعوا. الرتبة مش هتنفعنا، التوبة اللي هتنفعنا، الغفران اللي هيبقى جوانا، ومحبة المسيح السبت جوانا تبقى جوانا. يلا نعملها سنة غفران، زي ما قلنا اسحاق كده اختارها، نعملها سنة غفران السنة دي. ونتكلم بين على الغفران ونعمل بيه. ابتدوا بأنفسكم، وفي صلاة الصليب النهارده نبتدي بأنفسنا ونقدم توبة مع ربنا، نقول يا رب سامحني، سامحني ان انا عملت في فلان وعملت في فلان واتكلمت وشنعت وبهدلت الدنيا وفكرت وحرضت الناس على ناس وقمت ناس على ناس وعملت حاجات مش موجوده واتكلمت كلام مش موجود وخلقت موضوعات ما كانتش موجوده وشهرت بناس وكتبت الناس جوابات وحشه وبعت حاجات ايميلات ناس وحشه. انا يا رب بتوب قدامك واقول لك انت سامحني، وانا بكل قلب رب اسامح كل واحد دون قيد او شرط، دون قيد او شرط.
اللي عايز يسامح ما فيش شروط، المسيح بيشرط عليك، ربنا بيشرط عليك لما تيجي تتوب يقول لك استنى اشوف هسامحك ولا لا. ربنا قدم مسامحه للعالم كله، غفران بلا حدود وبلا شروط، وسامح الكل يا متاه، اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. المسيح ما حطش اسباب على الصليب، وما حطش مسببات، وما قالش اللي بيعمل كده اغفر له بعد كده ما تغفروش، قال له كل غفران، هم مش دارين بيعملوا ايه، وكل واحد بيغلط حقه قول له يا رب اغفر له لانه مش عارف هو بيعمل ايه، اغفر له وانا مسامحه من قلبي، وانت رب قويني لانك انت بتسامحني. لا اله الا انت، مجد دائم في كل سنه.